الاستثمار في اللوحات الفنية أنا بالنسبة لي ما أقول ما أيده، بس أنا عن نفسي ما عندي الفكرة هذه. أنا بالنسبة للفن أعتبره بس هواية، إني أطلع الطاقة اللي فيه سواء كانت طاقة سلبية أو إيجابية. فعلا الفن مخرج طوارئ من ضغوطات الحياة، فالإنسان إذا أنا عن نفسي إذا كنت مضغوطة أو متضايقة ألجأ للمرسم وأروح أرسم وأطلع الطاقة اللي فيها في اللوحة. فما أعتبرها مصدر للدخل أو أعتبرها مصدر للثروة، بقدر ما هي مصدر للترويح عن النفس ومصدر لإخراج الطاقة اللي موجودة داخل الإنسان سواء كان سلبية إيجابية. فهذا وجهة نظري، عاد ممكن فيه يكون ناس عندها استعداد أنها تستعملها مثلاً مصدر مادي، مصدر للدخل، لكن بالنسبة لي أنا زي ما قلت لك أعتبرها هواية أكثر من أنها مصدر دخل.